وقع في السمارة في الحقيقة الدولة قامت بأبحاثها وشو يعني القضاء راه كيقوم بالتحريات ديالو. ما يمكن أن نقوله هو أنه فعلا كانت هناك ضحية وشهيد. بالمناسبة كنترحموا عليه وكنتمناو الصبر والسلوان للعائلة ديالو والله يجعلوه من الشهداء. أما فيما يخص هذا الفعل الإجرامي الجبان، أقول له جبان، نحن نؤمن بالقانون الدولي، نحن نؤمن بقرارات الأمم المتحدة. يوم اتخذ القرار بوقف النار نحن التزمنا به بالحرف، إلا أنه المرتزقة أو البوليزاريو يقوم بمناوشات وبمناورات، أقول ربما أنها مناورات جاءت من تلقاء النفس، أو هناك دول أيادي خفية ودول أخرى تريد أن تفتعل هذا الصراع من جديد، ربما لها فيها نية، فيها مآرب أخرى أو لا عندها منافع أخرى في هذا الصراع هذا. لكن المغرب كما قلت هو مغرب له كل ثقة في دبلوماسيته، له كل ثقة في ملكه، نحن لنا كل ثقة أيضا حتى في القضاء. بعد ما غدير التحريات وغتكتشف بأنه فعل إجرامي، بأنه فعل أتى من الخارج، هذا الهجوم جاء من الخارج من دول المجاورة، أننا الباب الوحيد الذي قد نلتجئ له هو القضاء الدولي. نحن لا أظن ولن يكون أي رد عسكري من طرف المغرب. نحن دولة كما قلت نؤمن بالأمم المتحدة وبالقانون الدولي. إذا كان هناك فعلا هذا الفعل الإجرامي الجبان من طرف الدول الجوار أو من طرف المرتزقة، نحن سنلجأ إلى القضاء الدولي.